متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله عندنا حديث، هو بداية حديث، يعني مو حديث يعني تفصيلي، وإنما بداية حديث لفيديوهات قادمة إن شاء الله. نتحدث قسم من إخواننا شكون فشل غرس الفسائل. احنا ما راح نتحدث بالتفاصيل، لكن راح نذكر بانه هناك عدة اسباب لفشل غرس الفسيلة. منها طريقة القلع. طريقة قلع الفسيلة تأثر في نجاح الفسيلة. الطريقة الثانية طريقة غرس الفسيلة، اذا كان اللي يغرس الفسيلة ما عنده خبرة ويغرسها بشكل مو صحيح، أيضا هذا واحد من أسباب فشل زراعة الفسيل. احنا وقفنا يم هاي الفسيلة لأنه فسيلة غرسناها بالموسم الربيعي، بالموسم الربيعي. طبعا أيضا من أسباب فشل زراعة الفسائل هو الري، السقي. إذا كان السقي يعني تعطش الفسيلة، خصوصا إذا بالموسم الربيعي لأنه يمر عليها الصيف، وهذا راح يكون من أسباب فشلها. إذا عطشت مرة مرتين انتهت، سلم لي عليها واغسل يدك من عدها همين. ولو أنا لا أنصح بأنه الإنسان ييأس من نجاح الفسيلة، قد سنتين تمر على الفسيلة وهي تبين في ظاهرها يابسة، إلا أن في داخلها في قلب الفسيلة تنمو حتى لو بعد سنتين. لذلك أقول لا تيأسون من نجاح الفسيلة. كذلك من أسباب فشل زراعة الفسائل الآفات الزراعية. طبعا خصوصا الآن في بلدنا العراق وعموم المنطقة، تدرون الجو ملوث، الأرض ملوثة، فكثرة الآفات الزراعية اللي تأذي النبتة. احنا قلنا هذا بشكل مو تفصيلي، بشكل عام. طبعا اذا تعرضنا الى موسم زراعة الفسائل، الى مواسم غرسها، فهي تزرع على موسمين. احنا نتحدث عن العراق، وربما في بعض يعني هذا الحال نسبي حتى بين الدول العربية، الموسم الربيعي والموسم الخريفي. الموسم الربيعي والموسم الخريفي، أفضل المواسم هو الموسم الخريفي. راح ربما سائل يسأل ليش الموسم الخريفي أفضل؟ لأنه هذه الفسيلة من تزرعها أولا متع بك بالسقي، يعني السقي قد يكون قليل، وإذا موسم أمطار ماكو سقي. هاي واحد. اثنين، الآفات الزراعية، بسبب إذا أكو برد مثلا تنتهي الآفات الزراعية، فلا تخاف عليها أيضا من الآفات الزراعية. لما يجيها الموسم القادم اللي هو موسم الصيف اللي أذي الفسائل، هي تكون قد يعني شقت طريقها بالنمو. يعني مثل ما تشوفون هسه هذه الفسيلة اللي مر عليها تقريبا يعني من الربيع احنا زرعناها، ما شاء الله طبعا هي ماشية. فهذا لذلك تفضل الزراعة الخريفية. والعراق اليوم الزراعة بي تمتد، ليش؟ لأنه الجو يعني مناخ العراق بدأ يتغير، يعني حتى في شهر تشرين الثاني، حتى لو متأخر بشهر تشرين الثاني، في أواخر تشرين الثاني ممكن تزرع والزراعة تكون ناجحة إن شاء الله. هسه هذا شفتوا هاي الفسيلة، راح ننتقل أيضا لفسيلة ثانية زرعناها في الموسم الربيعي. طبعا هذه الفسيلة الثانية أيضا تشوفونها ما شاء الله شلون يعني ناجحة ودافعة، بادية تدفع، وقلبها شوفون قلبها هذا شلون أيضا بادية يدفع ما شاء الله. طبعا احنا اهتمينا بقلعها من الفطيم اللي هو محل اتصالها بالنخلة بشكل جيد. كذلك زرعناها بشكل جيد، حافظنا عليها يعني من العطش، الري المنتظم،
واحنا راح ننتقل ايضا نشوفكم اكو قسم من عندكم. احنا كان عندنا لابو زهراء الشمري حميد، الشيخ حميد الشمري كان عنده مقطع فيديو قال يعني حتى الراكوب اللي يصير بجذع النخلة تنجح زراعته، واحنا راح نشوفكم قسم من اخواننا اخذوا فسيل من عندنا في الموسم الربيعي. وانا قلت خطية يعني مو من باب اخر، وانما قلت خطية خل ازرعهن، النجحن نجحن واللي فشلن فشلن. راح اشوفكم زراعة الراكوب ونجاحه او فشله، وراح تشوفونه راح يفرق عن هذا بس ايضا ناجح راح ننتقل اليه. طبعا بسبب احنا قلنا لكم هذه كانت راكوب، فالفلاح او العفو اللي يعني اللي يريد يزرع ما ياخذ الراكوب لان يقول هذا ما ينجح، لكن شوفوها اذا تلاحظونها ناجحة وجيدة جدا، وهذه بدون جذر، أأكد لكم بدون جذر. أنا أولا من باب الخطية قلت حرامات يعني تبقى بالأرض، ونوعيتها نوعية جيدة فزرعتها، وراح ننتقل أيضا لفسيلة ثانية أيضا كانت راكوب وأنا زرعتها. هاي اللي دا تلاحظونها أمامكم أيضا ممكن مصورنا العزيز يقربها، ناجحة رغم أنه نجاحها مو مثل نجاح بقية الفسائل. طبعا متابعينا هذا فسيل في سنوات سابقة يعني قبل 3 سنوات هاي الفسيلة مزروعة والحمد لله ناجحة أيضا نجاح جيد. هذه أيضا فسلان مزروعة في فترات سابقة. طبعا أنا أنصح الزراع وخصوصا المبتدئين الجدد أن يزرعون على خطوط مستقيمة تكون مريحة لهم، خصوصا عندما يريد يقدم خدمة للفسائل. طبعا هذه النخلة أخذنا الفسلان مالتها ونوعيتها نوعية جيدة وغطيناها مباشرة بعد أن أتممنا عملية قلع الفسائل، غطيناها بالتراب، ننصح بتغطيتها بالتراب لتجاوز يعني خصوصا الحفار يرقات اللي تصير يسمونها جعل النخل، يعني هذا شلون احنا نسميه بالعرب ابو الجعل، يرقاته تحدث تحفر تأثر يعني حتى على جذر النخلة وحتى قسم تقلعها من مكانها إذا كثرت هذه اليرقات لأن شرها بالأكل. طبعا هذه مغطينها لكن التغطية أنا ما راضي عنها مو تامة ويحتاج لها تكريب، واللي موجدنا مكربشي الله يرضى عليه يدزنا مكربشي، وخصوصا إذا مكربشي نشط وبن حلال مثل هالتكريب شلونه وردة. متابعينا الكرام نتمنى لكم إن شاء الله زراعة ناجحة، زراعة للفسلان، نشجعكم على زراعة النخيل لأن النخيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أكرموا عمتكم النخلة، رغم أنه إحنا في العراق أهملنا زراعة النخيل إلا أنه هي مهمة جدا، والثروة يعني النخيل كانت تعد في العراق الثروة الثانية بعد النفط، والزراعة كما يقولون نفط دائم، رغم إهمال يعني الفلاحين للنخيل إلا أنه تبقى النخلة الشامخة رمز للعطاء، وتبقى ثروة يعني ثروة مهمة يفترض الاهتمام بها. ملاحظاتكم وتعليقاتكم محل اعتزازنا وتقديرنا، ونقول لكم أم الدعين برعاية الله، ونتمنى تزودونا بأفكاركم وملاحظاتكم وما تحتاجونه من فيديوهات يعني أفكاركم لعمل فيديوهات، وتحياتنا لكم جميعا ونقول لكم في امان الله.